يا مساء الورد والفل والياسمين والحلويات النهاردة، ويوم جديد وجميل ومميز بمولد النبوي، المولد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعليكم باليوم والبركات. والنهاردة يوم جميل جدا، وإن شاء الله تستمتعوا معنا بحلقة مميزة في برنامجنا وبرنامجكم طبعا جمهورية الستات على قناة HBC. صباح الفل يا مروة، وكل سنة وانتي طيبة، وصباح وانتي طيبة الحلويات، نساء الحلويات. وانتي طيبة الأول يا موني، مساء الفل عليكي. عايزة أقولك وحشتيني بعد الأجازة والله الطويلة انتي دي، قوي. وكل متابعينا وحشوني جدا، ومساء الفل على كل ست مصرية جميلة وأصيلة وكل متابعين برنامج جمهورية الستات. النهاردة حلقة خاصة جدا، وفي يوم عزيز على قلب كل مسلم في شتى بقاع العالم الإسلامي. النهاردة بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، وكل سنة وكل مشاهدينا طيبين وبخير. هي الحقيقة ذكرى غالية على قلب كل مسلم في الأمة الإسلامية كلها. يا موني ولا إيه؟ فعلا يا مروة، المولد النبوي الشريف ذكرى جميلة جميلة جدا على قلب كل مسلم، لأنها ذكرى المولد، ذكرى مولد أشرف الخلق وأعظم الأنبياء، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مولد الهادي البشير. علشان كده خصصنا لكم الحلقة النهاردة بهذه المناسبة الجميلة العظيمة في جمهورية الستات. وهنتكلم عن إيه النهاردة يا مروة؟ الحقيقة هو الذكرى دي مفيش أروع من كلمات شاعرنا الكبير أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي، لما وصف المولد النبوي الشريف في أعظم وصف، وقال: ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، وفم الزمان تبسم وثناؤه، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراؤه. أنت إيه رأيك الله في الكلام الله، ده؟ ما أروع هذه الكلمات بجد في هذه الذكرى الجميلة على أنفسنا جميعا وعلى كل المسلمين، وكلمات جميلة من الشاعر العظيم الجميل، وقد إيه كلمات فيها رقة وفيها عمق وفيها جمال. وعلى فكرة السيدة الجميلة السيدة أم كلثوم غنت هذه القصيدة للشاعر بالظبط الكبير بالظبط. أحمد شوقي. طبعا النهاردة في حلقتنا هنحتفل بالمولد النبوي الشريف بس بشكل مختلف شوية، يعني كده سوف نغرد خارج السرب، يعني بعيدا عن البرامج التانية. النهاردة هنحاول في حلقتنا ان احنا نركز على نساء وزوجات الرسول، بعض يعني نساء وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي كانت حياة كل واحدة فيهم عبارة عن كنز من الكنوز العلمية والإسلامية. فعلا زوجات الرسول يعني رضي الله عنهم كان لهم دور كبير جدا، وليهم بصمة في حياة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وليهم دور كبير جدا في نشر الإسلام ونقل الأحاديث وتعليم الفقه، وكمان في تعليم الفقه في الشريعة الإسلامية. ومن زوجات من كانت صوامة وقوامة وعابدة لله عز وجل، وفي منهم من بحر من بحور العلم والفقه. النهاردة إن شاء الله هناخد كده نعمل رحلة جميلة مع ضيوفنا الكرام في حياة زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، علشان ننهل يعني إزاي كانوا بيعيشوا مع الرسول، إيه اللي تعلموه من حياتهم مع الرسول، الأخلاق الحميدة اللي اتصف بيها. هنعرف إن شاء الله كل ده النهاردة مع ضيوفنا الكرام. علشان كده احنا محتاجين كل ست تقعد معانا لدقايق بس قدام الشاشة وتستفيد قد ايه كانت معاملة السيدة عائشة للرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحبها ليه وسر حبه ليها كان عامل ازاي. ودي طبعا من الصفات الجميلة لزوجات الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. مش هننسى أعظم وأهم محطة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي محطة السيدة خديجة، اللي هي أمنت بيه في وقت كل الناس أعرضوا عنه، ضحت بكل شيء علشانه. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف حب السيدة خديجة بالرزق لما قال: إني قد رزقت حبها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس.
من اعظم مفيش الناس. اعظم من كده لا الحقيقه. طبعا لا طبعا، يا رب الناس كلها وكل ست مصريه واصيله تتشبه بزوجات بالظبط، الرسول عليه افضل قدوه الصلاه طبعا والسلام. طبعا. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم، وهيكون معانا فضيله الشيخ محمد العربي استاذ الفقه والشريعه الاسلاميه وعضوه اللجنه العليا في العالمين الازهر الشريف، وهيكون معانا ايضا ضيفنا الاعلامي الكبير محمد الشريف عضو محمود. نقابه الساده الاشراف. انتظرونا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا فضيله الشيخ محمد العربي. اهلا بحضرتك استاذ الفقه والشريعه الاسلاميه، وايضا معانا الاعلامي الكبير محمود الشريف عضو نقابه الساده الاشراف. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أول حاجة عايزين بقى نسألها لحضرتك، يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في مولد النبي ما كانش دايما بيحتفل بعيد ميلاده، ولا بعد وفاته الصحابة احتفلوا بعيد ميلاده، جت منين الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال كده؟ سيدنا رسول الله هو أول من احتفل بيوم مولده. كان بيحتفل بالصيام، ده اللي يحتفل أنا بالصيام. هو نوع من أنواع الاحتفال، هو الاحتفال مطلق وليس الاحتفال مطلق وليس محدد، بمعنى يعني كان هو صلى الله على حضرته يحتفل بالصيام، وآخرون يعددون في هذه الاحتفالات. المهم والأهم ألا يكون هناك شطط في كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ونحن في إحيائنا لهذه الذكرى العطرة نحاول أن نتلمس بعض الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء التي وصف بها في القرآن في النص الخالد يتعبد به إلى أن تقوم الساعة، أو وصفه أصحابه بها. نحن نتلمس هذه الصفات ونحاول أن نسقطها على واقع حياتنا في يوم مولده، ونحن لا نحيي يوم مولده وإنما نحيا بيوم مولده. يعني المفروض يا سيد حضرتك يعني نعمل زي الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، نتشبه به ونصوم في هذا اليوم. وسنه عنه صلى الله على حضرته صيام هذا اليوم كما فعل هو من قبل يعني، وايضا احياء صفاته واحياء الصلاه عليه. هذه السنه يعني الغائبه او المهجوره، لابد ان نكثر من الصلاه عليه في يوم مولده، وأن نتخذ الصلاة عليه يعني عنوانا لحياتنا وعنوانا لواقعنا، يعني حتى تكثر البركات، حتى تزال الهموم، يعني حتى تنزع الخلافات من حياتنا، وقد كثرت كل هذه الداءات وكل هذه المساوئ. أشكر حضرتك أستاذ محمود الإعلامي الكبير. أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيبين أستاذة موني. كل سنة وحضرتك طيب وخير وبركة إن شاء الله. كل سنة وانت طيب فضيلة الإمام والدكتور والعالم الجليل دكتور محمد العربي. كل سنة وانت طيبين، والنهاردة يوم بهجة، يوم سرور، يوم حفلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة جميلة. ويعني النهاردة لازم يبقى يوم يا جماعة غير أي يوم طبعا. يوم فرحة من القلب، فرحة الدنيا، فرحة الجماد، فرحة الحياة كحياة، فرحة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. بما ان حضرتك بقى من السادة الأشراف، عايزين نعرف ايه دور نقابة السادة الأشراف، بيحتفلوا ازاي بمولد الهادي البشير عليه افضل الصلاة والسلام محمد؟ اولا انا بقى يعني بتقدم للسيد سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والاستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية. نقابة الأشراف في بيبقى في توجه من سماحة النقيب على مستوى الجمهورية، احنا عندنا رؤساء اللجان للسادة الأشراف بكل من المراكز وكل المحافظات، في رئيس لجنة يعني يعتبر نقيب أشراف الحتة دي، مركز أو مدينة أو محافظة، في بيبقى في نظام متبع سنويا على كل القرى، بيبقى في بهجة واحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام باحتفالية الطرق الصوفية في جميع شوارع مصر، فبيبقى مظهر جمالي. ومتابعة شخصية من سماحة النقيب عامل غرفة عمليات زي أي مكان، بيتابع يكلم رئيس اللجنة، إيه الأخبار عندك، إيه الأفراح، إيه عندك، لأن فرحة
فرحة وبهجة. ده الرسول يهتموا جدا بهذه المناسبة العظيمة طبعا، وبالتنسيق طبعا مع السادة المحافظين، والتنسيق مع السادة مدير الأمن لكل محافظة. هو معنا طبعا صور جميلة بتبين كلام حضرتك وقد إيه إحنا فعلا الاحتفالية بتبقى احتفالية. فاحتفالية الرسول عليه الصلاة والسلام سماحة النقيب بيوليها بالنسبة لجميع رؤساء اللجان الفرعية، يعني وعامل غرفة عمليات في النقابة، إيه الأخبار النهاردة؟ أنتوا عاملين إيه؟ بالإضافة إلى سنوياً طبعاً النقابة بتعمل حفل سنوي بيدعو جميع الطرق الصوفية، متمثلة طبعاً في الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بنعمل حالة سرور يعني وبهجة. والرسول يعني يتحدثي لما يقول لك إيه؟ يعني بالنسبة للأشخاص اللي هم الأشراف على مستوى، أنت لما تيجي مثلاً عندك حد في الأسرة رتبة محافظ أي حد بتتشرفي تقولي ده أنا قريبه فلان، لما الشرف النسب بتاعنا بتقولي ده أنا جد رسول الله، حاجة جميلة طبعاً وإحساس جميل طبعاً. فيعني وكل طبعاً سنة وأنتم طيبين. وكل سنة حضرتك طيب. دكتور محمد، عاوزين النهاردة إحنا بنركز على النساء في حياة النبي، عايزين نبدأ بالأصل والأساس السيدة آمنة بنت وهب، ونتكلم عن مظاهر يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حقيقة نتحدث يعني بكل شغف وبكل اعتزاز عن هذه السيدة التي ضمت بين جوانحها وجنباتها أفضل الخلق على الإطلاق، السيدة آمنة بنت وهب، وكانت نعم الأم وكانت نعم المربية. وإن لم يكن يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عاش معها الكثير من السنوات، يعني كان متفق عليها أنه عاش معها 6 سنوات فقط، لكنها يعني أودعته كثيرا من الوصايا. هذه الوصايا ظلت راسخة في رأسه، وكان لسان حاله في دعوته أنه يوصينا بالأمهات خيرا، سواء من باب ما جاء في النص الشريف أو من باب الإنسانية النبوية المتمثلة في شخصه الذي لو لم يكن نبيا لكان إنسانا فوق مستوى الأنبياء. السيدة آمنة بنت وهب رضي الله عنها، يعني لا أقول فيها إلا ذلك، يعني ولا أقول فيها مثل ما يقول عوام الناس، يعني يكفيها أنها أنجبت الهادي للبشرية، وأنجبت رحمة العالمين، وأنجبت أول المؤمنين وأول المسلمين، يعني كل هذه الصفات تزكيها يعني وتعلي من قدرها وتعلي من شأنها. السيدة آمنة تحكي يعني عن مظاهر التكريم يوم الولادة أو ليلة الولادة، كأن آت أتاني، الحديث على لسان السيدة آمنة، ويقول لي هل تشعرين أنك قد حملت، يعني فكأني أقول له لا، فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، فإذا ما وضعته فسمه أحمد فسوف يحمده أهل السماوات والأرض. أيضا ساعة الولادة لم تجد له ثقلا كما تجد السيدات، يعني كلنا نعلم يعني أن المرأة ساعة الولادة تجد ثقلا في ولادتها، لكن السيدة آمنة رضي الله عنها لا تشعر بألم ساعة الولادة، وهذا من مظاهر التكريم. مما جاء أيضا يعني وتحكيه قابلته أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قالت يعني نزل على الأرض ساجدا وكأنما يعلن الإيمان والتوحيد في أول لحظة من لحظات حياته. كل هذه الأخاصيص وكل هذه المواقف تجسد لمحات من أفضل مولد على الإطلاق، هذا المولد الذي احتفى به الله وأكثر من الحديث عن صفات صاحبه. يعني بالمناسبة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صفاته في القرآن أكثر الصفات على الإطلاق، يعني الله تحدث عن 100 صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، 100 صفة. الله عندما يتحدث عن النبي يتحدث عن صفة أو صفتين، لكنه عندما يتحدث عن سيدنا رسول الله يتحدث عن 100 صفة. آية واحدة في القرآن فيها 7 صفات، آية واحدة في سورة الأحزاب، يا أيها النبي النبوة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آية واحدة في القرآن جمعت 13 أسلوب من أساليب البلاغة، خطاب وأمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم، آية واحدة، ولم يكن هذا للنبي من الأنبياء من قبل. ذكر في القرآن في 2762 موضع، 1302 آية، 108 سورة، يعني
يعجز اللسان طبعا وتعجز الكلمات. طيب استاذ محمود، حضرتك وانت بتتكلم عن دور النقابه وبتحيي ازاي، طبعا مصر بتشرف انها بتضم اضرحه زي ضريح السيده زينب وضريح السيده نفيسه وطبعا سيدنا الحسين، هل النقابه وهي بتعمل احتفالات المولد النبوي الشريف بتزور الاماكن دي؟ يعني بتعرف الناس بتعمل ايه يعني في الاماكن طبعا دي؟ اولا انا بتقدم طبعا بالشكر لمعالي دوله رئيس الوزراء وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اول رئيس جمهورية اولى هذا الاهتمام برفع كفاءة آل البيت، مساجد آل البيت واضرحة آل البيت، لانه اصلا يعني في ناس من عامة الجمهور يعني فخامة الرئيس والله جيب ختم سيدنا الحسين والسيدة زينب الناس ما تعرفهاش، وهو محب جواه يعني لسيدنا الرسول، ويوم ما طلع حج وراح هناك لسيدنا الرسول والله كان بياخد رضا سيدنا الرسول. ففخامة الرئيس أنا على المستوى الشخصي يعني أنا طبعا بحبه جدا، لأن رئيس أولى وأقدم كفاءة يعني بيحب أهل البيت. أنا بناشد من هذا البرنامج الراقي وبحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد العربي الاهتمام بالبهنسة. بهنسة يا جماعة فيها 5000 يعتبر البقيع الثاني يا دكتور، فيها 5000 صحابي منهم أكثر من 120 صحابي حضروا مع سيدنا الرسول غزوة بدر. المكان ده عايزين نهتم بيه نرفع كفاته والله، وينفع مزارات سياحية. أنا عندي السعودية عندها بقيع وأنا عندي بقيع والله، واتحط على الخريطة السياحية هتفيد البلد يعني ومزارات يعني ما تمشي في حضرتك في البهنسة. كنت في الزيارة في نقابة الأشراف مع السيد سماحة السيد محمود الشريف وقابلت الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي، قال لي أنا نفسي أروح البهنسة، يعني لأن طبعا هو يعني تواجده في البهنسة كتير على أرض الواقع، بس من اشتياقه للمكان وروحيات المكان مشتاق إنه يروح هناك. فبقول لي ما ترتب لنا كده زيارة، المكان جميل تحس بروحانيات ابن سيدنا أبو بكر، ابن جعفر الطيار، ابن الصحابة، مكان فاخر يعني. بنناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المطلب، طبعا مطلب يعني روحاني وجميل، يا رب ان شاء الله من خلال موقعنا هذا جمهورية الستات. فضيلة الشيخ، عايز اسال حضرتك، عايزين نعرف يعني موقف كده من حياة السيدة خديجة ودعمها للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. موقف واحد بس؟ يعني يا ريت مواقف والله، بس البرنامج للأسف يا ريت مواقف. والله يعني السيدة خديجة رضي الله عنها هذه المرأة التي نقلب صفحات حياتها 25 سنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجد زلة أو عثرة أو كلمة نابية صدرت منها تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل حضرتك 25 سنة لا نجد كلمة واحدة يعني تسيء إليه أو تقف موقف الغاضبة منه، بل كانت نعم العون ونعم المعين له قبل مبعثه وبعد مبعثه. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 25 سنة، يعني قبل البعثة ب 15 سنة. في أول ليلة من ليالي الوحي تشحذ الهمم وتعلي من معنوياته وتقول له والله إنك لتصل رحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة يا محمد. ولذلك عدها العلماء أنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أول من آمن بها على الإطلاق السيدة خديجة. وحبه لها أسمى أحب بناته إليه فاطمة، لأن أم السيدة خديجة كان اسمها فاطمة، علشان كده سمى أحب بناته إليه. طبعا دلوقتي لما واحد بيسمي بنت باسم حماته طبعا في الأمر إن يعني قليل جدا يعني، لكن صفاء النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للسيدة التي قدمت وعاونت. وكان ذلك واضحا في يوم من الأيام لما دخلت واحدة من صاحبات السيدة خديجة فسعد لمقدمها وبسط عباءته لها ليستقبلها، وهذا شرف. السيدة عائشة كانت محبة ولكنها كانت غيورة، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان النسوة:
أراك قد سعدت لمقدمها، فيقول النبي صادقا وهو الصادق: إنها تذكرنا أيام خديجة. تقول له خديجة خديجة، كأنما ليس على وجه الأرض إلا خديجة. فيقول لها، ثم تقول: ما هي إلا عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. يعني عجوز كان عندها 40 سنة وماتت عندها 65 سنة. حمراء الشدقين يعني سقطت أسنانها، لما تتكلم لا يظهر إلا شدقاها. هلكت في الدهر أي ماتت، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. يأبى النبي إلا أن يرد غيبة السيدة خديجة، وهذا من الوفاء. والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. صلى الله عليه وسلم. طيب فضلت الشيخ، برضو عايزين بقى حضرتك، بما اتكلمنا عن السيدة خديجة طبعا وكانت من أعظم محطات الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمنا بقى عن السيدة عائشة في حياة الرسول. ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها ذات مكانة كبيرة في البيت النبوي. بالمناسبة هي ثالثة زوجة دخلت البيت النبوي، يعني الأول السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك السيدة سودة بنت زمعة، ثم السيدة عائشة. والسيدة عائشة كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي من أحب زوجاته إليه بعد السيدة خديجة، ليست قبل وليست مع. وأنا تأدبا لا أقول الزوجة الثالثة، يعني عندما أتحدث لا أقول الزوجة الثالثة، وإنما أقول الزوجة الأولى مع الزوجة الأولى، لكنها يعني ذات مكانة كبيرة لمكانتها ولمكانة أبيها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام يسأل النبي فيقول له: من أحب الناس إليك؟ قال له: أبو بكر. قال: عائشة. قال: من أي رجال؟ قال: أبو بكر. فسيدنا أبو بكر والسيدة عائشة رضي الله عنهما. السيدة عائشة كانت لها مكانة كبيرة في البيت النبوي، ومن ثم في قلوب الصحابة، وكان الصحابة يأتون ويحضرون الهدايا في ليلة السيدة عائشة، لأنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عائشة. أيضا السيدة سودة بنت زمعة هذه كانت قد وهبت ليلتها للسيدة عائشة، لأنها تعلم حب النبي للسيدة عائشة. السيدة فاطمة لما ذهبت برسالة من نساء البيت النبوي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدنا أن يعني الإنصاف كما يتحدثن، الإنصاف القلبي، وليس يعني إيه: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، إن كل واحدة لها ليلة، ولكن الإنصاف القلبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبينني يا فاطمة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. قالت: فأحبي هذه. من السيدة عائشة نقلت نصف العلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة من أكثر الزوجات ابتلاء، وسجل الله ابتلاءها في سورة النور حادث الإفك في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وأثبت الله براءتها في سورة عظيمة لما قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. السيدة عائشة بلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم لها مبلغا كبيرا، حتى أنها لما أخذت تعدد صفاتها في يوم من الأيام تقول للسيدات الفضليات: ما من كنا من واحدة إلا ولها خصلة أو خصلتين، أما أنا فقد فضلني الله عليكن بعشر خصال. ما هي هذه الخصال؟ لم يتزوج رسول الله بكرا سواي، الوحيدة البكر من بين الزوجات، لم يتزوج واحدة أبواها مهاجران سواي. نزل جبريل بصورة من السماء وقال له: تزوجها فإنها امرأتك يا محمد. كان يصلي وأنا قائمة بين يديه، كان يتنزل عليه الوحي وهو معي، كنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد، قبضه الله وهو بين سحري ونحري، قبض في الليلة التي يدور علي فيها، دفن في بيتي، وقبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيت السيدة عائشة، قبض دفن في بيتي،
أنزل الله عليه براءتي من السماء. حديث طبعا السيدة عائشة يعني ما شاء الله. حديث ذو شأن. عايزين فضيلة الشيخ نعرف دور السيدة عائشة في نصرة الإسلام ونصرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ستنا السيدة عائشة طبعا من مواقفها الكثيرة ومن مواقفها الكبيرة ومعاونتها أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في إرساء معالم الدعوة، خاصة أنه تزوجها في العهد المدني، يعني لم يتزوجها في العهد المكي. وهنا إشارة يعني بالغة الأثر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة في السنة الثانية من الهجرة. طب هي السيدة خديجة متى ماتت؟ توفيت في العام العاشر من البعثة النبوية. يبقى في كم سنة؟ في عندنا 5 سنوات ظل النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هذه المعلومة لا يعرفها الكثيرون، يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحيدا بلا زوجة لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك تزوج في العام الثاني من الهجرة السيدة سودة والسيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة تحمل أعباء النبي في دعوته وتعاونه في دعوته كما كانت السيدة خديجة من قبل، وأيضا يعني تسهر في تربية الأولاد. سيدنا النبي رزق من السيدة خديجة بكام؟ بستة، 4 من البنات السيدات رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة والسادة عبد الله والقاسم، ولم يرزق من أحد من النساء من أي واحدة منهن بمولود إلا من السيدة ماريا القبطية رضي الله عنهن جامعات مجتمعات. السيدة عائشة كما قلنا تسهر على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تحاول أن ترأب صدع الفتنة التي حدثت بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتقف في الجبهة المؤيدة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه. وهذا الكلام يقال حتى لا يفتئت إنسان على السيدة عائشة أنها اتخذت موقفا مناقضا لسيدنا علي بن أبي طالب، وروجوا هذا الكلام واستندوا كذبا إلى أن سيدنا علي قال يوم الإفك لما دخل على النبي فوجده غاضبا وقد كسر الكلام 40 يوما ولا وحي يتنزل من السماء، وهذا إشارة إلى إلهية الوحي، لأن الوحي لو كان يكتب بيد إنسانية لكتب النبي ما يثبت براءة السيدة عائشة وينتهي الموضوع، لكن 40 يوما لا يتنزل وحي من السماء حتى ضاقت النفس الإنسانية النبوية بهذا الكلام الذي يقال على زوجته. فيقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن النساء كثير وإن شئت فتزوج غيرها يا رسول الله، فيقولون إن السيدة عائشة تنتقم يوم الجمل من سيدنا علي وتقف في صف معاوية بن أبي سفيان، وهذا ما حدث، بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها هي التي يعني حاولت أن ترأب صدع هذه الفتنة وأن تعيد يعني شتات المسلمين وأن تعيد لحمة المسلمين في هذا اليوم العظيم. أستاذ محمود الإعلامي الكبير، عايزين بقى نعرف من حضرتك، أنت حكيت لنا على إزاي المسارات في عهد سيد فخامة عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك إيه التطورات للمسارات ديت لآل البيت؟ وطور طبعا مسجد سيدنا الحسين ودي حاجة عظيمة، ومسجد السيدة زينب اللي لسه افتتحناه من أسابيع أو من شهور قليلة، ويعني احنا نترك ان هو كفاية حضرتك الروح والفكر نفسه اللي جه لفخامة الرئيس، انا عايز اعمل ايه لمسارات آل البيت وحبه الجم لآل البيت والمسارات دي حاجة بتبقى يعني بيحبوها اكتر الناس. الطرق الصوفيه بتحب تتبرك بالاماكن دي، يعني الطرق الصوفيه بتحب تعمل مولد السيده زينب، مولد سيدنا الحسين، عندنا السيده نفيسه، عندنا السيده سكينه، لا عندنا في شارع الاشراف. كنت سامع ان معالي دوله رئيس الوزراء بيفكر ان هو يرتقي بالمستوى بتاعه، يعني حاجه الفكر نفسه بتاع فخامه دوله الرئيس، لا يعني ربنا يحفظه ويحفظ مصر، وحاجه جميله. ولكن احنا بنقول دور بتاع نقابه الاشراف، احنا كلنا تحت رايه سماحه السيد النقيب الاشراف السيد محمود الشريف.
في بتبقى مسميات تانية اللي هو يجي يقول لك ايه، انا مش عارف جمعية اشراف ايه، مؤسسة ايه، مؤسسة العالمية للاشراف، كلها دي هي يعني ناس اشراف فرعية. ولكن دي يعني احنا لا يوجد مكان شرعي ويلم آل البيت على مستوى العالم العربي. يعني السعودية بتيجي تطلع أنساب من عندنا، الأردن بتيجي تطلع أنساب من عندنا، مقر النقابة من 200 من سنة 200 هجرية، يعني أقدم نقابة على مستوى العالم الإسلامي. فكلنا تحت رعاية سماحة النقيب السيد محمود الشريف، هو اللي بيلم تحت عباءته السادة الأشراف، وبالإضافة إلى الطرق الصوفية الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي. فكلنا نسيج واحد، وكلنا بنخدم آل البيت، ويعني تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي دولة رئيس الوزراء. طيب عايزينك بقى من برنامج توجه كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولسماحة النقيب الأشراف بمناسبة اليوم العظيم اللي بنحتفل فيه النهاردة بالمولد النبوي الشريف. هو بكرة إن شاء الله الساعة 10 صباحا معالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية معالي وزير الأوقاف الدكتور الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، 10 صباحا طبعا العالم كله هيشوفها. بتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس، لسماحة النقيب السيد محمود الشريف، لسماحة الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس شيخ مشايخ الطرق الصوفية. يعني احتفالية جميلة، احتفالية مولد روحانية طبعا، يعني حاجات روحانية يعني جميلة، نبي الأمة يعني، دي بتبقى حاجة لمسة جميلة جدا من فخامة. بتلاقي الروحانيات دي يا أستاذ محمود في 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 المناطق الجميلة الشعبية اللي هي تحسيها حضرتك في الساحات، ساحة آل الدحى، ساحة سيدنا الشعراء، الساحات دي حضرتك ما يعني لا يذكر مكان إلا ما تحصل النفحات. وطبعا الأستاذ الدكتور محمد العربي يمكن أكتر مني في يعني وسعا في العلم في روحانيات بتنزل يقول لك لما نيجي يعني يحضر، ممكن سيدنا الرسول يحضر يجي حد من آل البيت يجي يقول لك النهارده النفحه دي يمكن حضرها سيدنا الرسول. الله تيجي انت تقول لي طب ازاي حضرها سيدنا يا عم، مالكش دعوه بعلم ده حاجه بتاعت ربنا بقى، مش عارف النفحه دي حضر فيها سيد ابو الحسن الشاذلي، تيجي تقول ده ايه الموضوع؟ صح. لا والله بيحضروا السيده زينب بتروح تسلم على سيدنا الحسين، ويعني كان سيدي صالح الجعفري يعني مره بيقول السلام عليكم يا ابن بنت رسول الله. أيوه. كل مره كان يرد عليه سيدنا الحسين بالبق خلاص، فجف مره بيقول السلام عليك يا ابن بنت رسول الله ما ردش عليه، طبعا سيدنا صالح الجعفري قاعد بقى ياكل في نفسه وزعلان ازاي. فجه يعني بيقول سيدنا الحسين السلام عليكم يا ابن بنت رسول الله، فرد عليه السلام قال له انا لسه بقول لك في من سابقا السلام عليك يا ابن بنت رسول الله، قال له انت سلمت عليه ورسول الله كان جنبه عليه الصلاه والسلام. طيب فضيله الدكتور، هذه الروحانيات طبعا مؤثره طبعا عليه الصلاه والسلام. عاوزين من برنامج جمهوريه ستات فضيلتك توجه رساله لكل ست، ازاي نتخلق باخلاق نساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو حقيقة يعني أي سيدة أو أي زوجة لابد أن تخلف صفحات حياة نساء النبي وأمهات المؤمنين، قدوة طبعا لينا. يعني كيف كنا يتعاملن معه، كيف كنا يحاولن إرضاءه، يعني كيف كان عيشهن معه. هذه صفات مفتقدة حقيقة يعني بين النساء. يعني هناك فضيلة الشيخ بدون قطع حديث حضرتك كان في غيرة برضو من السيدة عائشة، ولكنها غيرة مضبوطة، ولكنها غيرة مضبوطة، غيرة يعني فيها رقي، فيها أخلاقيات. يعني هو حتى يعني حتى الكلام عفيف طبعا. يعني السيدة فاطمة دخلت يوما على النبي باكية، فيسألها ما بك يا أم أبيها، يعني كان بيدللها ويدلعها يعني. قالت إن عائشة زوجك، قالت شوف بقى الكلام هو، إن أباك رسول الله تزوج خديجة وهي سيب. سيب يعني كانت متجوزة قبل كده وأغاية ما تقول، ولم يتزوج بكرا إلا أنا. بس ليه خديجة مع أنه كان متزوج من السيدة حفصة والسيدة أم سلمة والسيدة سودة والسيدة زينب بنت جحش والسيدة زينب بنت خزيمة؟ لماذا خديجة؟ لأن القلب كله خديجة.
والحب كله كان خديجة. إن أباك رسول الله تزوج خديجة وهي سيب، ولم يتزوج بكرا إلا أنا. يأتي دور الزوج في معالجة غيرة الزوجة، فقال لها النبي: إن أعادت عليك ما قالت فقولي لها إن أبي تزوج خديجة وهو بكر وتزوجك وهو سيب. انهاء لهذا الكلام. يعني كيف يعني تقتدي النساء الأمة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بأمهات المؤمنين؟ يعني أفضل النساء على الإطلاق بعد النساء الكاملات، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: السيدة آسية بنت مزاحم، والسيدة مريم بنت عمران، والسيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة فاطمة بنت محمد. هذا يعني باب عظيم يعني، وهذه وصايا كبيرة حقيقة نسوقها، ونتمنى يعني في جمهورية الستات يعني أن تقتدي السيدات الفضليات بصفات أمهات المؤمنين. كيف تكون الزوجة معاونة لزوجها، كيف تكون الزوجة باب فتح لزوجها لا باب إغلاق، كيف تكون الزوجة مشجعة لزوجها. السيدة خديجة في أول ليلة تعلي من هممه وتعلي من معنوياته، كيف تكون الزوجة أنسا لزوجها. الله لما تحدث عن العلاقة قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، والسكن مفتقد، لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. ما فيش حب في الآية، الآية ليس فيها حب، ولكن الله يتحدث عن معاني أعمق، معاني السكن، معاني المودة، نعم، ومعاني راقية، معاني تفتقدها البيوت حقيقة وتفتقدها الزوجات. يعني كثير من الزوجات يفتقدن هذه المعاني التي جاء بها النص القرآني، والتي وجدناها أيضا الغيرة موجودة. السيدة حفص، السيدة هند بنت أمية اللي هي السيدة أم سلمة، كانت هي في المرتبة الثانية بالنسبة لغيرة النساء. يعني السيدة عائشة رقم واحد، ثم تأتي بعدها السيدة أم سلمة. يعني حتى أنها لما خطبها النبي قالت: ولكنني امرأة غيورة يا رسول الله، من الأول كده. فتخيل يعني، تخيل حضرتك أنها قبل الزواج وتتحدث، وكانت النساء يعني يعرفن مكانة السيدة عائشة، ولكن لم تكن هناك ألفاظ نابية، لم يكن هناك سباب، لم يكن هناك شتم، لم يكن هناك تعالي في العلو في الأصوات أو ضجيج في هذا البيت النبوي، بل كان تعامل راقي وتعامل يعني يليق ببيت ينتسبن إليه، ويليق بشخص هو أعظم شخص على الإطلاق ينتسبنا إليه، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه حضرته. طيب أستاذ محمود، الأخبار؟ عايزينك برضو تقول كلمة كده لكل ست وإحنا في يوم عظيم زي ده، إنها إزاي نتخلق ونتعلم من نساء رسول عليه الصلاة والسلام. يعني كل سيدة وكل أم تتخلق بأخلاقيات أمهات المؤمنات، ده دستور، وضع دستور للحياة. لازم تسامح، لازم تغافل، لازم يعني امشي على سنة رسول الله، خصوصا في المجتمع دلوقتي بيعدي المجتمع الآن صعب. ارجعي للأسس الدينية، ارجعي للمبادئ الدينية، شوفوا أمهات الرسول. وبرضه بقول على الأزواج، يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعين زوجته ازاي في البيت. يعني كان يعني في بالبلد كان يقوم معاها، يعني يقوم بواجبات المنزل معاها. فبتبقى روح الأسرة، روح الأبوة، روح الزوجة في حياة. يعني الحياة دي لو وزناها بالأيام دي، لا، أيام صعبة. احنا عايزين نمشي على الدستور اللي وضعه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، نمشي عليه والله ما يبقى فيه مشاكل. فضيلة الشيخ، عايزين نعرف من حضرتك ما هو دور السيدة حفصة في حياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. السيدة حفصة بنت عمر يعني رضي الله عنها وعن أبيها، كان لها مكانة كبيرة أيضا في القلب النبوي وفي البيت النبوي. ولذلك يعني حتى احنا لما تكلمنا عن الفضائل، السيدة حفصة كانت تتباهى بين نساء المؤمنين أن النبي طلقها في يوم فأمره الله بأن يراجعها. يعني من أمر النبي بأن يراجع السيدة حفصة والله رب العالمين سبحانه وتعالى، لمكانة سيدنا عمر في قلبي عند رب العالمين، ولمكانته أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تتباهى بهذه الصفة.
السيدة حفصة بنت عمر، يعني هي أم المؤمنين، بنت أمير المؤمنين، أخت لسيدنا عبد الله بن عمر. السيدة حفصة كانت يعني قد كونت جبهة بالمناسبة، يعني جبهة تقودها السيدة عائشة. الجبهة دي فيها السيدة عائشة، السيدة أم سلمة، السيدة حفصة، هؤلاء كوننا جبهة. والجبهة الثانية ضمت بقية النساء، ستة من نساء البيت النبوي، والثلاثة سيدة عائشة، سيدة حفصة، سيدة أم سلمة، من أكثر زوجات النبي غيرة على النبي. حتى أن النبي في يوم من الأيام وكان عند السيدة زينب بنت جحش. سيدة زينب تبقى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمها السيدة صفية بنت عبد المطلب، وأعدت طعاما اشتهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طعام يسمى طعام مغافير، يعني عسل ينبت في منطقة من المناطق في المدينة وينسب إلى هذه المنطقة. فلما جاء النبي اتفقت السيدة عائشة مع السيدة حفصة وهو عائد من عند السيدة زينب، فقالت الأولى للثانية: إذا ما دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له إني أشم منك رائحة مغافير، يعني أنا شم حاجة مش كويسة كده، يعني هم عاوزين بقى إيه، إنه ما يأكلش تاني عند السيدة زينب بنت جحش. قال: لا، ولكني أكلت عسلا أعدته. دي حتة برضو من يعني في مقر برضو مكر النساء. هو دستور، هو الرسول عايز يدي دستور للحياة. ويتحدث صادقا يعني. ثم أقسم النبي ألا يقرب هذا الطعام، فنزل قول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. يعني الله يعالج، يعني يعالج ما يعني يبدو أنه خطأ من نساء البيت النبوي. فالشاهد الكلام أن السيدة حفصة كانت ملاصقة للسيدة عائشة لمكانة الأبوين، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانا ملاصقين، وكان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا كنا نجد السيدة فاطمة كانت تقف موقف المدافع عن بقية النساء، يعني السيدة فاطمة كانت تشعر أن السيدة عائشة والسيدة حفصة تأخذ الحب النبوي كله، يعني يأخذان الحب النبوي وتأخذان القلب النبوي، فكانت السيدة فاطمة تحاول يعني أن تجعل لبقية النساء من هذا الحب نصيب يعني. وكانت مقولة النبي صلى الله عليه حضرته: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. كل النساء كما نعلم من النساء اللائي دخلنا البيت النبوي لم تنجب واحدة منهن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا السيدة ماريا القبطية، كلهن ما أنجبن إلا السيدة ماريا القبطية. فنجد يعني السيدة حفصة طبعا كان لها مكانة كبيرة، السيدة عائشة كانت تشكل هذه الجبهة النسوية، السيدة أم سلمة كانت معهما في هذه الجبهة النسوية، والجبهة الثانية كثيرة العدد لكن يعني صوتها ضعيف، يعني مش بالثقل بتاع الثلاثة، ليست بالثقل الجبهة الثانية، يعني السيدة أم سلمة، السيدة زينب بنت جحش، سيدة زينب بنت جحش الوحيدة التي زوجها الله إياه من علياء السماء، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سيدة صفية بنت حيي بن أخطب، سيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، سيدة زينب بنت خزيمة، سيدة سودة بنت زمعة. لكن هذه الجبهة كانت يعني لا أقول ضعيفة يعني، ولكن يعني كان صوتها هادئا بالنسبة للجبهة الثانية. عاوزين نسمع كلمة بقى من الأستاذ محمود، يعني الستات بقى المصريات والغيرة والشك والحاجات اللي بتحصل دلوقتي، إن هم طبعا ما بي يعني لا يمثلوا شيء بالنسبة لزوجات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تقول إيه بقى؟ ما انا بقول اقول تنقدنا تقول ايه؟ لا هو مش نقد، لا هو مش نقد، احنا عايزين يعني نبني مش هننقد. يعني نرجو منهم ان تمشي على 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 الدستور اللي وضعوه امهات المؤمنات، لان يعني هم حياه اللي اتعلم تحت ايد سيدنا الرسول ده، يعني ده دستور احنا سايبينه ليه؟ احنا بنبعد عنه ليه؟ او بنسعى يعني زي ما بيقول سمحت الاستاذ الدكتور محمد العربي، يعني الست في البيت تكون هادئة،
سكن. استاذ محمود، الحياه الاقتصاديه دلوقتي والحياه الحياتيه والله مش مخليه الست قادره تبقى أموني هاديه ولا قادره. لا صدقيني يا استاذه موني، ممكن بقى في ضغوط حياه دلوقتي، حتى الضغط تتشال زي الحياه دي ودنه يعني زي يشيلوها اتنين، يشيلوها اتنين ولا هتقدري تشيلي لوحديكي؟ ما هي برضه ما هذا هيتحاسب، والزوجه برضه لو ما شالتش معاها هتتحاسب، هتتحاسب عند ربنا قبل هو، لان انت عندك اولاد مسؤوليتكم انتوا الاثنين، الاولاد هم مسؤوليه مين؟ مسؤوليتكم انتوا الاثنين، اشيلوا مع بعض والله هتتشال مع بعض، هتبقى خفيفه، لكن لو هتشيلها هتبقى مايله، هتروح هتقابل ربنا بقى كتفك مايل بقى في الاخر بقى وشيل مين يحط بمزاجنا، بمزاج الستات، بمزاج الستات. افرض الراجل مش الستات دي هي جمهوريه، الستات دي هم رؤساء الحكومات. يعني بصي الست في يعني الست في انت ليه انتوا عاملين حتى جمهوريه الستات؟ يعني برنامجكم بيقول جمهوريه الستات، يعني رؤساء الحكومات في البيت. الراجل ده غلبان، الراجل غلبان في البيت، الراجل ده بيشتغل ويشقى ويقول لكم خدوا المكسب اهو، الراجل بيشتغل بره مش هيقدر يجيب اكتر من كده. هو دايما انا اقول الراجل اللي بره البيت ملك والست جوه البيت ملكه. طبعا هي فضيله الدكتوره، عاوزين لو نقول في كلمه اهم درس ان احنا كنساء نتعلمه من سيدات نساء الرسول عليه الصلاه والسلام، ايه اهم درس في دقيقه بقى كده يا شيخ محمد؟ يعني اهم درس حقيقه يعني من حياه يعني امهات المؤمنين، كيف كنا يعاوننا النبي في دعوته وفي مهمته وفي بعثته، معاونه الزوج يعني لو هنطبقه على نفسنا دلوقتي. طبعا ان شاء الله. طيب للاسف حلقتنا خلصت يا شيخ محمد، بس لازم نسمع دعاء جميل من حضرتك، من الادعيه الجميله بتاعتك كده في هذا اليوم العظيم الجميل. اللهم اصلح قلوبنا وازل عيوبنا وتول امرنا، اللهم اكرمنا بالحسنى وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم إنك تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فروجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم حبب خير خلقك فينا ومن حوض نبيك اسقينا وفي جنتك آوينا وبرحمتك احتوينا ومن النار احمينا ومن كل حاسد اكفينا، اللهم استرنا يوم يفضح الناس، وآمنا يوم يخاف الناس، وأظلنا بظلك يوم يكشف الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس، اللهم أدخل أعمالنا في أعمال رسول الله، وأدخل قلوبنا في قلوب رسول الله، وأدخل عبادتنا في عبادة رسول الله، وأدخل نياتنا في نية رسول الله، وأدخل كلنا في كل رسول الله، اللهم صل على الشفيع الضمين، اللهم صل على مجلى الكمالات، اللهم صل على غاية الغايات، اللهم صل على منتهى النهايات، اللهم صل على صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل، اللهم صل على النبي الوسيم القسيم، اللهم صل على أشرف مولود وأكرم محمود
وخير من في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره ولا تمنعنا شفاعته ولا تمنعنا رؤيته ولا تمنعنا زيارته ولا تمنعنا سقايته واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. لك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة يا مولانا جدير. لك مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. للأسف حلقتنا خلصت. يعني في يوم كريم، في يوم عظيم، في يوم احتفال بنبي الأمة، يوم يعني بتحفوه الملائكة، يوم يعني بهجة وسرور على العالم أجمع، على الدنيا، على السماء، على في كل ما يعني ذكرى رسول الله ذكرى جميلة. وربنا يعود علينا باليمن والخير والبركة، ويعم ويحفظ مصر ويحفظ قائد مصر ويحفظنا جميعا ببركة سيدنا النبي. بنشكر، شكرا أستاذ محمود، شكرا أستاذ فضيلة الشيخ محمد العربي، وكانت حلقة جميلة، وانتظرونا بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. وشكرا يا مروة على الحلقة الجميلة دي. شكرا. شكرا.